وإلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى، قررت اللجنة العليا المنظمة لبطولتي أفريقيا للطائرة رجال وسيدات بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمد الجرحي، الأستاذ محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إعداد فيلم تسجيلي قصير عن منشآت النادي الرياضية وبطولاته يتم عرضه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن التوقيع بروتوكول تنظيم النادي للبطولتين والمقرر له يوم 15 يناير الجاري في القاهرة. وأكد الدكتور شريف أبو العنين نائب مدير البطولة أن الفيلم التسجيلي سيشهد عرض لقطات لصالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بالجزيرة وحضور جماهير الأهلي في مختلف البطولات، ويشهد تسليط الضوء على الفنادق ووسائل النقل التي سيتم الاستعانة بها خلال البطولتين، حيث تقام بطولة أفريقيا للسيدات خلال فترة من 5 وحتى 15 من مارس القادم، وتقام بطولة أفريقيا للرجال خلال فترة من 25 مارس وحتى 6 من إبريل المقبل. استأنف الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي تدريباته من جديد بعد حصول اللاعبين على راحة عقب التتويج ببطولة كأس الاتحاد بدون الدوليين. وضح الكابتن عاصم حماد المدير الفني للفريق خطته للتدريبات تشمل جوانب بدنية في الجيم وأخرى خططية وفنية في صالة الأمير عبد الله الفيصل بالجزيرة. ويتدرب الفريق بقوة رغم توقف مسابقة الدوري بسبب ارتباط المنتخب الوطني بالإعداد لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية في الجابون والتي تنطلق خلال الأيام القادمة، ويضم المنتخب خماسي النادي الأهلي محمد إبراهيم وإسلام حسن وإبراهيم المصري وممدوح طه وعمر الوكيل وبكاء. فاز مصطفى عسل لاعب الاهلي الاسكواش ببطوله انجلترا للناشئين تحت 17 سنه بعد تغلبه في المباراه النهائيه على لاعب وادي دجله عمر تركي بثلاثه اشواط نظيفه. واكد ناصر زهران المدير الفني ان مصطفى عسل تفوق على نفسه في البطوله بعدما نجح في الفوز بجميع مبارياته بنتيجه 3-0. واضاف زهران ان لاعب الاهلي قدم اداء قوي في المباراه النهائيا وتفوق على لاعب وادي دجله المرشح الاول للبطوله. وعشان نتعرف على مزيد من التفاصيل بينضم الينا عبر الهاتف من لندن الكابتن ناصر زهران المدير الفني للسكواش في النادي الاهلي. كابتن ناصر مساء الخير. مساء الخير ابو خليل، اخبارك؟ الف مبروك لحضرتك وبطوله مهمه جدا بالنسبه للاعب النادي الاهلي. والله الحمد لله، انا بكلمك دلوقتي وانا في الطياره طبعا وراجع ان شاء الله النهارده. فعايز اقول لك يعني مش ان شاء الله وصلت لك السعاده ان احنا كنا فرحانين ان لعبنا مصطفى عسل اول مره لاعب من اكثر من 10 سنين يكسب بطوله الدريفت اوفر من النادي الاهلي. ده اضافه لينا ورئيس مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره طبعا. عايز اقول لك يعني مصطفى عسل ماتشات قويه جدا، يمكن من اول دور الثمانيه فاز على جميع لاعبي نادي وادي دجله اللي هو البربري في دور الثمانيه، وبعدين يحيى النواوي ثاني في دور السيمي فاينل، والفاينل كسب اللاعب وادي دجله ايضا اللي هو عمر التركي. ده انجاز بالنسبه لينا يعني الحمد لله. مصطفى وما فيش مباراه من المباريات كلها الا وفقت من جميع المباريات 3-0، وده انجاز اتحسب. يمكن هو اللاعب الوحيد في البطوله كلها البطولات بتاعت الناشئين اللي فاز في بطولته الوحيده كسب كل منافسينه 3-0، وده طبعا اضافه لينا كلنا طبعا. دي حاجه جميله جدا كابتن ناصر، بس عايز اسال حضرتك هل هذه البطوله تعتبر دفع لباقي زملاء اللاعب عسل في فريق النادي الاهلي ان هم قادرين على احراز البطولات ان شاء الله في الفتره القادمه؟ طبعا البطوله البريتش اوفر دي من اقوى واعظم البطولات في تاريخ الاسكواش العالمي، وتعتبر هي مماثله بطوله عالم للناشئين المصغره. ان انت عارف ما فيش بطوله عالم للناشئين تحت 17 سنه بتبدا من 19 سنه. ودي مشارك فيه اكثر من 34 دوله، يعني دي حاجه انجاز بالنسبه لي. والمنافسه بتبقى شديده جدا جدا جدا، جدا. وبيطلق على من يفوز بهذه البطوله بطل العالم. وبناء عليه اي لاعب في النادي الاهلي شايف هدفه في الحياه ان مصطفى عسل عمل هذا الانجاز، فالكل ان شاء الله هيبقى وراه وعايز على الاقل يبقى مش اقل منه باذن الله في السنين الجايه ان شاء الله. كابتن ناصر زهران بنشكر حضرتك والف مبروك مره ثانيه للاعب النادي الاهلي مصطفى عسل، وان شاء الله يستمر في تقديم البطولات والانجازات للنادي الاهلي. لسه عندنا اخبار مكملين فيها مع حضراتكم، ولكن هنطلع فاصل ونرجع ونكمل اخبارنا دائما وابدا. نشرة اداء النادي الاهلي.